أهلا وسهلا فيكم. ومن لحظة اللي أعلمنا بالحادث أعطيت تعليمات بالتحقيق لكشف ملابسات جريمة وتوقيف المتورطين، وأوقف القاتل، أوقف القاتل وأوقف أبوه وأمه. وحاليا حلت الموضوع إلى فرع الأمن الجنائي للتوسع في التحقيق ومتابعة كل المتدخلين. هاي قضية خاصة في المجتمع، لا يمكن نهائيا أن نسمح بالتدخل أو لحرف مجريات التحقيق. سيأخذ القانون مجراه، لا أحد فوق القانون، سيحاسب الجنات، سنتوسع بالتحقيق. بالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهم أحمد الحمي وولده غياث الحمي وزوجة الأول قمر اليغشي، اعترفوا بإساءة معاملة آيات الرفاعي بشكل دائم من خلال تعاملهم معها في المنزل. كما أقدم في ليلة الحادثة أحمد الحمي على ضرب آيات الرفاعي ضربا مبرحا، وزوجها أيضا أقدم على ضربها من خلال ضرب رأسها على الحائط، وأدى ذلك إلى فقدانها الوعي، ولم يتم إسعافها إلا بعد عدة ساعات إلى مشفى المجتهد، وعند وصولها المشفى تبين أنها متوفاة. أنا اسمي أحمد الحموي، عندي ابني اسمه غياس الحموي، جوزناه من 3 سنين، بنت اسمها آيات الرفاعي. تصرفات البنت ما عجبتنا، نصرنا نضربها على الطالعة والنازل نعورها، كنا نمنعها من الطلعة من البيت. وعلى الطالعة والنازل أنا وابني غياس ومرت عمها أمل يخشي كنا نعورها ونضربها. يوم الحادثة تغدينا، عادة تغدينا ومشي الحال، أكلنا فزينا شربنا شاي. بعد ما شربنا شاي بنتها إلها وسخت، بعد ما وسخت أنا حاطة بريمة سخنة على الغاز على أساس هو ما يسخن، نعتازه مثلا لشغلة هيك لشغلة عملة أم نعتازه على شغلة. ومنا عم هي فكتها مرت عمها، هي عم تجي لأنه فكتها مرت عمها لتنظف له، عم يجي قالت هذا ما يسخن، قالت له والله ما بعرف وينه. قلت له أنا كنت شفته أنا ما يسخن على الغاز، وينه ما يسخن يا آيات؟ قال ما بعرف. قمت مسكت عصا الخشب ضربتها على إيديها وعلى راسها وعلى كتفها، كسرت نعول على راسها وعلى كتفها. وبعدين هي رجعت تجلي، بعدين اجت هي بعد ما خلص الجلي صار تمسح الارض، صار تمسح الارض، ارض المطبخ وارض الكريدو. انا لما اعتزت الفراش قلت لها وين الفراش؟ عم قالت لي ما بعرف وينه. جبت الخرزان قفل الفراش وهي عم تكذب علي، قمت انا اخذتها صرت اضربها من ناحيه الدبابيس، من ناحيه الكابتن الدبابيس، صرت اضربها هيك على ايديها وعلى راسها وعلى جسمها. لما انا ضربتها بالدبسه من ناحيه الدبابيس قام هربت هي على الاوضه راحت، ان حالنا مشي الحال خلصنا منها. وقام فز ابني بده يشوف شو بها، فات على الغرفه صار يقتلها. انا كنت برا يعني صار سمعت عم يقتلها، بعدين بالاخير سمعت دجه قويه على الحيط وصار يرج الحيط، يعني دجه رجت الحيط. طلع ابني من الغرفه بعد ما ضربها، طلع قعد معنا، قعدنا نحن كلياتنا سوا. بعد ساعة اجت الكهرباء، ام محمد تكوي تويات بكواي عند كنتي آيات، نحن مستعارة كلياتنا سوا، يعني ندور علينا كلياتنا سوا المكواي. راح عز الدين ابن ابني ليجيب المكواي وعم لها آيات مسطحة ولا من كمه ولا من تمه. اجى لعنا ونادانا وقلنا نتعرف شو آيات شو بها. فتنا كلياتنا على الغرفة اللي عندها، لقيناها لا من كمه ولا من تمه مسطحة. جينا شلناها وخدناها على غرفة القعدة، كبينا على وشها مي ما كانت تصحى، وهم مع الدعاء صحيح لا من كمه ولا من تمه. اسمي غياس الحموي، جوزت آيات الرفاعي من 3 سنين وسكننا مع أهلي، عطونا غرفة لحالنا سيدي، ما كانت تعجبني آيات الرفاعي لا لي ولا لأهلي، فكنا نضربها. يوم الحادثة تغدينا شربنا شاي، فسألها يعني أبري أمي السخنة ما جاء، قالت له ما بعرف، ففز ضربها بالملعقة الخشب على رأسه وعلى جسمه. فرد بعد شوي سألها عن فك البراغي، أخذ الخيرزانة وضربها على كل جسمه بالرأس المدبسة على رأسه وعلى جسمه. فراحت هي على الغرفة، لحقتها أنا
عم بسألها عن الخلاف شو سببه، فصارت انه صار خلاف بيني وبينها تلاسون، فكمان انا دجيت لها راسها بالحيط كذا مرة، 4 أو 5 مرات ضربات قوية، فتركتها انا، هي ضلت على التخت غميت. طلعت من الغرفة انا بعد حوالي ساعة، اجت الكهرباء، بعدت امي ابن اخي ليجيب المكواية، فلقى انه مرتي مغمى عليها كامل، ولا من تمها ولا من كمها، فركض لعنا قال تعالوا شوفوا آيات، وركضنا لنشوفها، نحن رأيناها لا من تمها ولا من كمها، طلعناها من الغرفة، كتينا عليها مي، رشرشنا صحصحنا ما صحيت، فأخذناها عن أخذناها عن المشفى، فرحت عن المشفى أنا وأخي، حطيناها على كرسي على تخت الإسعاف، عربية الإسعاف، فتنا فيها قال بدها إنعاش، فتنا على غرفة الإنعاش، فوتناها بعد، فرحت أنا رجعت على البيت، وقت اللي وصلت بعد شي حوالي ربع ساعة تقريبا خبرني أبي إنه أبي خبرني إنه توفي، فهون أنا ما قدرت يعني إنه أحكي مع بيت حماية مباشر، حكيت هناك على الواتس، بعت لهم واسطة البرنامج واتس أب رسالة إنه بنتهم توفيت، فما صدقوا أول شيء، قلت لهم لا عن جد يعني القصة، وهي عم دقوا لي هن، لما خبروني سألوني قلت لهم إنه وقعت وداخت وصارت تسعل وتستفرغ، وحاولت إني أخبي الحقيقة. جوزي عصب على آيات لأنه من شطة لوسخت صغيرة وما لقينا مي، فتعصب عليها وطلع خلقه كتير عليها لأنه عم تتزين، سحب معلقة الخشب وصار يضربها فيها على رأسها، صار يضربها فيها على رأسها، وسألها بعد منها عن المفك، قال له وين المفك، قلت له ما بعرف يعني، قال أنت على طول بتنسي وتكذبي، أخذ الخيرزانة وصار يضربها فيها على رأسها، وبعد منها راحت على غرفتها آية، لحقها جوزها وسمعنا دش بالغرفة، دش على الحيط، صار رج الحيط، سمعنا ضرب ورج على الحيط، بعد منها قعدنا ساعة بالصالون، قعدنا ساعة بالصالون، اجت الكهرباء، طلبت من عز الدين إنه يجيب لي المكواي من عند آية، فات عز الدين لعند آية لا من كلمة ولا من كلمة، صار يصرخ، فتنا كلياتنا لعندها على الغرفة. بعد منها أخذناها مشان نصحيها ما صحيت، خسلنا له وشه، أنا أولادي خسلنا له وشه ما صحيت، راح غياث ومحمد أسعفوها على المشفى إنه خبرونا إنه توفيت. وما زالت التحقيقات المستمرة بهذا الموضوع، واليوم تم توقيف شقيق زوج المقدورة المدعو محمد الحموي للتحقيق معه بموضوع تهديده لذوي المقدورة. أنا مرة تانية بعزيكم والله يرحمها المرحومي، ونحن هذا قضاء الله وقدره، لكن الجنات لم يفلتوا نهائيا من العقاب. لكم أخوني إمتى بترغبوا الباب مفتوح لكم، وأيضا الأمن الجنائي عند ورود أي معلومة عندكم أيضا أبوابهم مفتوحة، ولحنا رح نحطكم كمان بالصورة بنتائج التحقيق، وفي النهاية سيحال الجنات إلى القضاء المختص لينالوا جزاء ما ارتكبت أيديهم.